السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هبدأ أقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هعمل لكم طريقة مرج البامية في الفرن أو طاجن البامية في الفرن. يلا نشوف الطريقة والمقادير. عندي هنا المقادير اللي أنا هستخدمها في طاجن البامية. عندي بصلاية مقطعة قطع صغيرة، عندي هنا حتة دهنة وحتة لية مقطعة قطع صغيرة، عندي هنا كيس بامية كيلو مجمد، وعندي هنا زيت وسمنة مع بعض، يعني 3 معالق كبيرة سمنة 3 معالق كبيرة زيت. وعندي البهارات اللي هستخدمها في مرج البامية: معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من بهارات اللحمة، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، عندي هنا معلقة صغيرة من البهارات المخلوطة، وعندي هنا معلقة ملح صغيرة، وعندي هنا 4 فصوص ثوم مفرومين مع قرن فلفل شطة، وعندي هنا عندي صلصة هستخدمها مع الطماطم المفرومة، الطماطم المفرومة 4 طماطميات مفرومين. ويلا نشوف طريقة مرج البامية باللحمة أو طاجن البامية باللحمة. يلا نشوف الطريقة. الطريقة بقى يا حبايبي، اول حاجة انا عندي حلة على النار وبحط فيها الزيت والسمن زي ما انتوا كده شايفين، بعد كده بحط البصل، بعد كده بروح مقلباه لحد ما يصفر. زي ما انتوا كده شايفين يا حبايبي، هقلب فيه لحد ما يصفر. بعد كده بحط المكونات زي ما انتوا كده شايفين يا حبايبي، البصلايه وسيبها تصفر، وبحط معاها حته الليه تصفر شويه مع حته الليه، وبعد كده بنزل عليهم ببقيه المكونات. زي ما انتوا كده شايفين يا حبايبي اللي هي مع البصل، يا دوبك تسيح شويه او الدهن يسيح مع البصل، بعد كده بنزل عليهم ببقيه المكونات لحد ما تصفر شويه. انزل عليهم بالثوم. زي ما انتوا كده شايفين يا حبايبي البصلايه ابتدت تصفر شويه وتدبل، وملحوظه لو انتوا هتحطوا دهن مع الزيت سمنه ما تكتروش سمنه عشان ما يبقاش تقيل. اقلب فيهم زي ما كده شايفين البصلايه احمرت. انزل عليهم ببقية المكونات، احط الثوم المفروم مع القرن مع الفلفل الحار او الفلفل الشطة، اقلبهم بسرعة. الله ما شاء الله على الريحة، جميلة جدا. بعد كده بحط
بحط معجون الطماطم، 3 معالق كده، انا اصلا بعيرهم كده وعارفاهم صغيره، واقلبهم. بعد كده بنزل عليهم بالطماطم المضروبة في الخلاط زي ما انتوا كده شايفين يا حبايبي. واقلبهم مع بعض. كده حطيت الطماطم المضروبة في الخلاط على الصلصة وبقيت المكونات، وبحط معاهم 3 معالق من السكر، معالق صغيرة زي ما انتوا كده شايفين المعلقة، ادي 1، ادي 2، ادي 3، واقلبهم مع بعض واسيبها، واسيب الطماطم تتسبك مع المكونات وارجع تاني حبيبي. عندي لحمة هنا، انا سايبة الطماطم تتسبك، وديت اللحمة اللي انا هستخدمها في طاجن البامية او مرق البامية. سلق اللحمة ديت من بدري، يعني سوى الا ربع، يعني ما يكونش مستوية قوي ولا مهرية عشان هتكمل سواها في الفرن. زي ما انتوا كده شايفين يا حبايبي الطماطم اتسبكت، بس شوية بس تنشف المية بتاعتها، وبعد كده ايه هنشوف هنعمل ايه. شايفين هيبتدت بقى تنزل شوية شوية المية، تشرب المية بتاعتها بس تتسبك، وبعد كده ايه هنشوف هنعمل ايه حبايبي. زي ما انتوا كده شايفين يا حبايبي الطماطمية ابتدت تتسبك خلاص، بس بقيلها بس شوية صغيرين، وبعد كده ايه احط عليها البهارات بتاعتي ونشوف هنعمل ايه. اهي يا حبايبي الطماطمية اتسبكت اهي زي ما انتوا كده شايفين، بنزل عليهم بالورق لورو، ورقة لورو واحدة، فصين حبان، بحط عليهم البهارات اللي ذكرتها في المقادير اللي هي بابريكا، بهارات لحمة، والملح، والكزبرة الناشفة، وبهارات مخلوطة. وبقلبهم مع بعض. اللي حابب يحط ماجي يحط. بعد كده نيجي بقى الخطوة الثانية عشان ايه نحطها في الفرن، او قبل ما تتسبك صحيح الطماطماية، بولع الفرن عشان تسخن شوية، وبعد كده تعالوا نشوف هنعمل ايه يا حبايبي. كده يا حبايبي الطماطم اتسبكت، دلوقتي هنشوف هنعمل ايه. دلوقتي احط عليهم شوية شوربة بس صغيرين، 3 كبشات كده شوربة لحمة. اللي حابب يتفرج على طريقة سلق اللحمة والدجاج يتفرج عليهم، راح اسيب لكم الرابط في اسفل الفيديو، ان شاء الله تعجبكم. دلوقتي انا بحط على مرق البامية او مرق البامية او طاجن البامية باللحمة كده ايه، حطيت شوية شوربة على الطماطم، سيبهم يغلي شوية مع بعض. كده حبايبي الطماطم متسبكت بتاع مرق البامية او طاجن البامية. دلوقتي هحط بس حبة شوية من الطماطم دي في الطاجن اللي انا هحطه في الفرن، وزي ما انتوا كده شايفين
بس كده. بعد كده بروح ايه حاطه الباميه بتاعتي على الطماطم دي عشان ايه. بعد كده بحط حبايبي الباميه كده. حبايبي انا حطيت الباميه على المرق بتاعها او الصلصه بتاعتها، وهسيبها تغلي غلوتين على البوتاجاز. وبعد كده ايه عشان هتخش الفرن، بس خليها تغلي غلوتين وتعالى نشوف هنعمل ايه ان شاء الله. وفي الفرن، وفي بعض الناس بتعمل طاجن الباميه او مرق الباميه ده، بتحط البصل الاول وبعد كده بتحط الثوم والحته الدهن ديت، وبتحط عليها حته لحمه تكون مش مستويه، بعد كده بتروح حط عليها الباميه وبعد كده بتحط عليها الصلصه وتسيبهم كلهم يتسووا مع بعض. فدي طريقتي اللي انا بقدمها، فكل واحد ليه طريقته يعني. فان شاء الله باذن الله تعجبكم طريقتي. وتعالوا نشوف هنعمل ايه بعد ما تغلي غلوتين على البوتاجاز. بحط عليها حبايبي سنه لومي ناعم صغيره زي ما انتوا كده شايفين، حبه صغيره كده عشان تدي طعم ومزازه في الحبيبه، بتبقى فيها مزه شويه. نحط حبه لومي صغننه كده. كده يا حبايبي شايفين انا حطيت شويه صلصه في طاجن الفرن اللي انا هحطه في الفرن. بعد كده بروح ايه حاطه اللحمه. حطهم كلهم كده. تعال نشوف هنعمل ايه. كده يا حبايبي غليت الباميه مع المرق بتاعها، دلوقتي حطها في الطاجن. زي ما انتوا كده شايفين كده. هحط بقية البامية كده عشان هتكمل سواها في الفرن يا حبايبي. ده اسمه طاجن او مرق بامية في الفرن، مرق بامية باللحمة في الفرن. شايفين الجمال، شايفين الطعامة، اتمنى انكم تجربوه. هحطه في الفرن بعد كده ايه هشوف هعمل ايه، شوف هقدمها لكم ازاي. كده حطيت يا حبايبي الطاجن الباميه في الفرن، هخليه يستوي وهنرجع تاني مع بعض. عندي هنا رز غسلاه كويس ونقعاه لمده نص ساعه في ميه وملح وخل. الخل نفسه بيطول الحبايه الرز، يعني عندي 2 كوب رز بسمتي عليهم معلقه خل صغيره ومعلقه ملح صغيره، والملح نفسه ما بيخلوش يتكسر وقت السوى. تعال نشوف نعمل الرز الابيض اللي هيتقدم مع طاجن الباميه او مرق الباميه في الفرن باللحمه. وممكن طاجن الباميه بتقدم مع رز ابيض او رز بالشعريه. تعال يلا نشوف. هنا الرز في الحله مع شويه زيت، انا هقدمه مع رز ابيض. وممكن بتقدم مع رز بالشعريه طاجن الباميه او مرق الباميه باللحمه. تعالوا نشوف. بس هحط له معلقه ملح واظبطه، بعد كده ايه احط الشوربه، هقلبه تقليبتين كده، بعد كده ايه احط الملح واحط الشوربه واظبط الملح بتاعي.
كده شايفين يا حبايبي معلقه الملح بحطها على الرز. طبعا انا غسلاه من الملح والخل، هقلبه مع بعض. بعد كده بروح احط الشوربه بتاعته، اقلبه تقلبتين كده. بعد كده ايه، بحط الشوربه. حط الشوربة وارجع لكم كده يا حبايبي. حطيت الشوربة على الرز، هسيبهم بقى الرز يشرب المية بتاعته، وبعد كده ايه هرجع لكم تاني. كده يا حبايبي الرز شرب ميته، هقلبه بس تقليبتين، وبعد كده بهد عليه واغطيه واسيبه يستوي زي ما انتوا كده شايفين. وبكده يا حبايبي الرز بتاعي استوى، هغرفه وارجع لكم تاني. ادي الرز يا حبايبي اللي هيتقدم مع طاجن الباميه او مرق الباميه باللحمه في الفرن. اتمنى انه ينال اعجابكم، ويلا نشوف طاجن الباميه. وده طاجن الباميه حبايبي بعد ما استوى، اتمنى ينال اعجابكم. شايفين الجمال ما شاء الله، يعني جميل جدا. اتمنى انكم تجربوا الوصفه دي وتقولوا لي ايه رايكم في التعليقات. وانتظروني في كل ما هو جديد في قناتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.